مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي كراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ما تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. على بالي طولت عليكم، وشكرا كاع البنات والشيرات اللي سقساو عليا وقالوا لي مفيده وين غبرتي. الصراحه كنت شويه تعبانه، المهم الحمد لله يا ربي رجعت معكم يعني بفيديوهات جديده، وان شاء الله ما غاديش نخطيكم، غادي نرجعوا للعاده يعني روتيناتنا اليوميه، شدرنا شمدرناش. وكما كنتم تشوفوا اليوم خرجتكم معايا يعني وصورت لكم في محل الاقمشه، كنت درت واحد لا فيديو قصيره هكا باش تدوا واحد الفكره على واش راه كاين تيسيو تاع الدراوات. المهم انا اليوم صورت لكم شويه تاع لي دغا هكا، لكن الفيديو تحذف بقاو فقط الصور، قلت لي ما لا نشارككم معكم. المهم لقيت تشكيله كبيره ومتنوعه من الاقمشه تاع لي دغا. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسقسوني وين وكيفاه، فهنا في مدينه الطرف، وهذا الفيديو البارح فقط يعني يوم الخميس فقط اللي كنت درت هذا الفيديو، يعني رحت شريت عفوا يوم الاربعاء، رحت انا خرجت يوم الاربعاء وصورت لكم يعني هاد الاقمشه. المهم هاولا معكم الالوان والتشكيلات وكاع الانواع والالوان، راهم ب 20000 للمتر يعني، سواء في السامبل ولا في لامبريمي يعني في المرسوم ولا في هذاك اللي يكون سامبل، كل شيء ب 20000 للمتر. المهم ما شاء الله عليهم، قلت لكم واحد التشكيله اللي رائعه، وكاين التنوع وكاين كذا، ولو انه هذه الفتره ما كانش بزاف السلعه، لكن لقيت عنده يعني واحد الشويه وقضيت عليه يعني ليا ولاختي الصغيره، فكنت جبت دراوات. غادي نشارككم بالاقمشه اللي كنت شريت ليا واللي كنت شريت لاختي، وكذلك الموديلات اللي خيط ليا ولاختي. المهم انا لحد الان مازال ما بديتش في التوعي، غادي نبدا بتاع اختي لاني سبقتها عليا، ومن بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم كلش بحول الله في الروتين هذا او في الروتينات الاخرى بحول الله. فكما سبق لي وقلت لكم، فانا شريتهم يوم الاربعاء من عند هذاك المجازان اللي يبيع الاواني وكذلك الاقمشه، راهو جاي جوست قدام الايل الذهبي تاع الكوزميتيك هنا في السونتر تاع الطرف، يعني قبل الفروج غادي تلقوه يعني، او معروف هو. المهم واحد المجازان اللي كبير، الفوق يخدم الصالونات والتحت يبيع الاقمشه، تلقوا عنده السكاي، تلقوا عنده الاقمشه تاع الدراوات، يعني كاع الاقمشه اللي بغيتوهم. بالنسبه للاخوات اللي يبغوا يشغلوا رواحهم كما انا ما يبقوش يديهم خاويين يعني بلا ما يديروا حتى والو، فيعني تلقوا هكا واش ديروا. المهم كنت تلقوا عنده الاقمشه، قلت لكم تلقوا عنده لا طوال سيغي، تلقوا عنده السكاي، يعني كاع اش بغيتو واش حقيتو، اضافه للقماشات تاع الصالونيات فتلقوا عنده. بالنسبه للمشتريات كانوا هادو هما الاقمشه اللي شريت، شريت هذاك لوني وهذاك اللي جاي زيكزاك، يعني هادو كل شيء ب 20000 لو متر. جبت قد الدرا تاع بلاصه البنت اختي الصغيره، فخدمت لها يعني بدرا تاع بلاصه، كذلك اختي خيرت هذاك اللي جاي هكا ملون، وخيرت ايضا في هذا اللون اللي جاي في الرمادي وجاي فيه الوريدات، دارت زوج دراوات تاع بلاصه في الرمادي وزوج دراوات تاع بلاصه في الازرق. يعني احنا لبدا هكا انا واختي يعني نخدموا ولا ماما ولا نبغوا نبدلوا دراوات سورتو تاع الضياف. المهم وجدناهم هذه الفتره انا واختي لان كنا محتاجين فيهم. بالنسبه ليا انا خيرت هذا اللون الوردي باش نديرها في لا شومبغ تاعي، درت زوج بلايص ودرت معاه زوج مخايط. بالنسبه للدرا تاع زوج بلايص انا درت فيه زوج مترات، لانه هو فيه مترتين وربعين الله اعلم ولا مترتين وعشرين في العرض، وانا جبت له زوج مترات المهم باش نكفه، وجبت كذلك متره زياده باش نخدم بها زوج مخايط. بالنسبه للدراوات تاع الضياف فانا كنت جبت فقط في اللون الرمادي، يعني هذا كاع اللي فيه الورده البيضاء، كنت جبت لهم قد ربع دراوات تاع بلاصة مع إضافة إلى كذلك قماش زيادة باش ندير لهم ربع مخايد. المهم ربع مخايد وربع دراوات في كل درا يعني تاع بلاصة، فيه متر ونص إضافة، قلت لكم هو فيه ديجا الله أعلم فيه زوج مواتر هكا وعشرين في العرض. المهم هو ما شاء الله عليه بعرضين عريض الله يبارك، وكذلك التيسيو تاعه أكثر من رائع.
بالنسبة للألف صلاف كنت فصلت هاد الدغاوس بهذه الطريقة، يعني طويتها على ربعة وجبت الكوانات من الجهة المفتوحة، طلعت معهم في الارتفاع، الارتفاع على حسب المطلة تاعكم، وزيدوا عليها زوج تاع سنتيم تاع الخياطة. المهم هنا الارتفاع 20 سنتيم، زدت عليه زوج سنتيمات وقطعت المربع يعني متساوي الأضلاع، يعني مربع عادي كيف كيف الأضلاع تاعها 20 20، وزدت عليهم قلت لكم زوج تاع الخياطة إضافة إلى من بعد غادي نبلع هذوك الضلع. المهم غادي نبلعهم مع بعضهم ونكف عليه ونركب له اللاستيك. بالنسبة للدغابلا كفيت عليه فقط، يعني خليته به بعرضة وكفيت عليه بهذه الطريقة، يعني واحد الطريقة اللي جد سهلة. المهم مداش معايا بزاف الوقت صراحة، والنتيجة تاعه كانت أكثر من رائعة، الألوان جو ما شاء الله. يعني انا كنت خيرت لها هذاك في الكري على حساب يعني كما كنت تشوفوا في الزيكزاك كاين لون اسود وابيض ووردي وكذلك رمادي فاتح، فكنت جبت لها لاوس على حسابه يعني ولا الدغا الاوني كنت درتها لها في هذا الرمادي الفاتح. ودوك تشوفوا معايا النتيجه صراحه عجبتني بزاف، اعطوني نتوما رايكم كذلك وقولوا لي كيفاه جاتكم. الصراحه يعني انا عجبتني واختيتي كذلك عجبتها وفرحت بها. المهم هيا للمخده قدامكم درتها انفلوب. بالنسبة للطريقة كنت شاركتها معكم يعني منذ أكثر من سنة كي بدلت ودرت الدراوات تاع وليداتي، كنت ديجا في سكيكدا تما كنت نسكن في سكيكدا ودرت الدراوات معكم يعني ولا تغيير الغرفة اللي درت تاع وليداتي، وكنت شاركت معكم كذلك الطريقة. لكن أنا صراحة ما دخلتش في التفاصيل تاع الخياطة لأني ماشي خياطة كما تعرفوا، فالشيرات اللي كانوا من قبل معايا متبعيني وما على بالهم باللي أنا ماشي خياطة، يعني فقط يعني هواية ونبغي نخيط، يعني نخيط غير ليا. وطريقة تاع الشرح يعني مازالني ما نعرفش نشرح كيما الخياطات، وعلى بالي بلي ما غاديش نقدر نوصل لكم المعلومة. المهم هيا لا المخدة، إذا بغيتوا فقط خلوها لي في التعليقات إذا بغيتوا نشارككم يعني بطريقتي تاع الشرح، ولو أنه قلت لكم ما نعرفش، لكن إذا بغيتوا ماشي مشكل يعني غادي نشارك معكم إن شاء الله، لأنه مازال كيما شفتوا عندي بزاف التيسيو عندي بزاف خياطة، فنشارك معكم يعني طريقة مبسطة بطريقتي البسيطة كيفاش نفصل المخدة، كيفاش نفصل الدراوس، كيفاش نخدمهم يعني بواحد الطريقة جد سهلة وما تديش الوقت. المهم هيا للنتيجة أمامكم، فقولوا لي كيفاه جاتكم. اذا كان هذا هو الدرا اللي كنت درت البختي كما كنت تشوفوا فيه، جاء اكثر من رائع. ودرت كذلك واحد اخر تاع دو بلاس وكفيت لها ايضا على دروات تاع اضياف. بالنسبه للاخوات اللي غادي يتسائلوا علاه توجو دخل في اختي، كاين واحد قالوا لي على ما ديريش العجوزتك على ما ديريش واحد اخر فبغيت نقول لكم فقط يعني انا اختي الصغيره يعني خدامه وبنتها صغيره، فلهذا ما تقدرش تخرج ما تقدرش تدير صوالحها وحدها، فلهذا انا نحاول نساعدها على قد ما نقدر، والناس الاخرين يعني عائلتي فعندهم يعني اللي يدير لهم وعندهم اللي يقضي لهم وعندهم اللي يجيب لهم. لهذا فقط بالنسبه للاخوات اللي توجو يعقبوا لي على الموضوع. اما بالنسبه لدراها ولا جا اكثر من رائع، كنت جربتها لها في لا شومبر تاعي ومن بعدها يعني العشيه فود درت الفطور تاعنا لاننا كنا صايمين انا والزوج تاعي، فدرت الفطور عادي يعني كنت وجدت واحد الكغاتا ودرت كذلك شوربه فريك. بالنسبه للشوربه فريك سبق لي وشاركتها معكم، ولو اني كنت ناويه ندير لكم انواع كثيره من الشربات، لكن مازال الايام ان شاء الله ونشارك معكم انواع كثيره وطرق عديده في اعداد الشربات. لكن اليوم غادي نشارك معكم هذا الكغاتا اللي يجي اكثر من رائع، بلا داند يعني بالديك الرومي ويجي لذيذ بزاف بزاف. بالنسبة للمكونات كما كنت تشوفوا نحتاج فيها البصلة حبة كبيرة، شامبينيون، لادانت، وكذلك فلفل حار. كنت أنا غليت كذلك البطاطا اللي كنت قطعتها دوائر، يعني نغليها غي واحد شوية ما نخليهاش تتحرحر قد ما يدخلها الطياب. وكنت حطيت شوية تاع الزيت في المقلاة ودبلت فيه هذاك البصل يعني واحد شوية فقط. بعد لي ذبلت البصل تاعي غادي نزيد له هذيك لادانت. انا استخدمت شاورما او الفخذ تاع الدانت، تقدروا تستخدموا الصدر، تقدروا تستخدموا الدجاج، تقدروا تستخدموا السمك الابيض، الكفته، يعني اي مكون غادي يجي، ولو انه اللحوم البيضاء هي اللي تخرج شابه بزاف هذا الكراتا. كذلك السمك الابيض يمكن تعوضوا الدجاج ولا لادانت بالسمك الابيض، يعني اي نوع سواء ميرلون سول، يعني اي نوع من الاسماك البيضاء تجي مناسبه. بالنسبه للتوابل
البسيط، الملح، فلفل أسود، بابريكا، كركم وبابريكا حارة، وكذلك سكنجبير، إضافة إلى الفلفل الحار يعني. وبديت نقلي فيه. أنا الفلفل الحار هنا استخدمت قرن من الفلفل الحار، تنجموا تعوضوه كذلك بالفلفل حلو. ومن بعد غادي نضيف له الشامبينيون اللي كنت استخدمت علبة كاملة مقطعة، يعني قطعتها، وكما تعرفوا أنا ما نشريش المقطع، نشري العلبة كاملة والحبة الكاملة وأنا نقطعه وحدي. من بعد جبت ليمول تاعي تاع الكغاتان، غادي نستخدم هادو تاع لي ميني كغاتان، يعني ليمول صغار، وما بغيش نستخدم يعني المول الكبير هكا باش يعني نبدلو شويه. وكنت جبت يعني ليمول تاعي، دهنتهم بالمارغرين وحطيت فيهم هادوك القطع تاع البطاطا اللي كنت غليتهم، فقط في شويه تاع الماء والملح. ومن بعد ضفت لهم من الفوق هذاك الشامبينيون مع لا داند مع البصل والتوابل اللي كنت دبلتهم وقليتهم يعني غايه الغايه. غادي نعمر الاواني ومن بعد نوجد الخليط اللي غادي يشد لي الكغراتان. هنا في اناء كنت حطيت ربع حبات من البيض، ضفت عليهم تقريبا 400 مليلتر من الكريمه السائله. انتم تقدروا تستخدموا اذا ما عندكمش الكريمه تقدروا تستخدموا الكريم او بيشاميل عادي، صلصه البيشاميل يعني عادي تخدموا صلصه بيشاميل تجيك جد رائعة، كما تقدروا تستخدموا ايضا صلصة الجبن كذلك تجي رائعة. وسبق لي وحطيتها على القناة، غادي نخليهم لكم ان شاء الله كلشي في صندوق الوصف. المهم غادي نخلطهم، نضيف لهم شوية تاع التوابل على حسب الذوق. انا ضفت فقط فلفل اسود وبابريكا والملح، وغادي نضيفهم من الفوق فوق هذاك الخضار اللي كنت حطيت، وندخلهم للفرن على درجة حرارة 200. وفي هذه الاثناء بغيت نوجه واحد التحيه وسلام كبير لاختي ام اسلام وجوليا باري، ربي يحفظكم ان شاء الله، اختي ماريا، ماريا من ورقلة، تحياتي ليك وكل سكان جنوبنا الكبير. ام ايوب ربي يحفظك ان شاء الله، وتحيه كبيره لاختي ام روان وبنتها روان، وهي كذلك بدورها تهدي تحياتها وسلامها لزوجها وابوها وامها واخوتها واخواتها اللي توحشتهم، اختها شيماء ودعاء، كذلك في بالعباس، اختي ام ادم من جيجل تحياتي ليك، واختي ام ريان من مسيلة سلامي ليك، واختي ام مروة وتيمو ليلى من الطرف تحياتي للجميع، وشكرا لكم وسمحوا لي على التأخير لانه قلت لكم التحيات كنت فوتهم في العيد فاعتذر منكم. وهولا الفطور تاعنا انا وزوج تاعي، يعني هيا لدقائق قبل المغرب، يعني تقريبا دقيقة قبل المغرب كنت صورت لكم هاد الطاولة تاعنا، كنت حطيت الشربة فري، كنت حطيت هذاك الكغاتان اللي زينته بقطعة من الجبن، تقدروا انتم تحكوا عليه الجبن، يعني لكم كل الاختيار في التقديم. مهم جاء اكثر من رائع، يجي لذيذ وبنين، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه كيما نتمنى ان شاء الله انكم خرجتوا من الفيديو تاعنا تاع اليوم بافادة لو بسيطة. ونتمنى ان شاء الله انه كل اخت عندها وقت فراغ تشغل روحها وما تخليش الفراغ ياكل وقتها. تهلوا لي في روحكم بزاف، وملتقانا في فيديو اخر ان شاء الله، ترقبوا الجديد، نبغيكم بزاف، سلام عليكم.